بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع والثلاثون. في جنينتنا يوجد أشجار كثيرة. في جنينتي جار ومجرور متعلق بالفعل يوجد. جنينتي مضاف نا ضمير متصل مضاف إليه. يوجد فعل مضارع مبني للمجهول. أشجار نائب فاعل. كثيرة نعت لأشجار. وفيها ينبت التفاح والبرتقال والعنب. نحن نلعب فيها بعد مجيئنا من الكتاب. وحرف عطف فيها جار ومجرور متعلق بالفعل ينبت. ينبت فعل مضارع التفاح فاعل. وحرف عطف البرتقال معطوف على التفاح. وحرف عطف العنب معطوف على البرتقال. نحن ضمير منفصل مبتدأ. نلعب فعل مضارع خبر. وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن وهو أعد على المبتدأ. فيها جار ومجرور متعلق بنلعب بعد ظرف زمان مضاف. مجيء مضاف إليه. وشبه الجملة متعلق بالفعل نلعب. مجيء مضاف نا مضاف إليه. من الكتاب جار ومجرور متعلق بالمصدر مجيء. الوليد ينام في المهد. الوليد مبتدأ. ينام فعل مضارع خبر. وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدأ. ينام أصله ينيم على وزن يفعل. قاعدة: قلبت الواو والياء ألفا ونقلت فتحتهما إلى الحرف الصحيح الساكن قبلهما. أين محفظتي يا أمي؟ لا أعرف. أين وضعته بعد مجيئك من الكتاب؟ أين اسم استفهام خبر مقدم. محفظتي مبتدأ مؤخر وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. التقدير: محفظة لي. يا حرف نداء أمي منادى مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. لا أعرف جملة فعلية وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. أين اسم استفهام ظرف مكان بالفعل وضعت. وضعت فعل والتاء فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. بعد ظرف زمان مضاف مجيء مضاف إليه. وشبه الجملة متعلق بالفعل وضعت. مجيء مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. من الكتاب جار ومجرور متعلق بالمصدر مجيء. هل أحضرت درسك يا فاطمة؟ نعم أحضرته. وأنا ما أحضرته بعد. هل حرف استفهام؟ أحضرت فعل ماض والتاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل. درس مفعول به مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. يا حرف نداء فاطمة منادى. نعم حرف جواب. أحضرت فعل والتاء فاعل والهاء ضمير متصل مفعول به. الواو حرف استئناف. أنا ضمير منفصل مبتدأ ما نافية. أحضرت فعل ماض خبر والتاء فاعل وهو أعد على المبتدأ. والهاء ضمير متصل مفعول به بعد ظرف زمان بأحضرت وهو مبني على الضم إذا قطع عن الإضافة. هؤلاء التلامذة يحضرون دروسهم. هؤلاء اسم إشارة مبتدأ. التلامذة نعت لهؤلاء. يحضرون فعل مضارع خبر والواو فاعل وهو أعد على المبتدأ. دروس مفعول به مضاف هم مضاف إليه. هل أحضرت درسك يا زهرة؟ هل حرف استفهام؟ أحضرت فعل وفاعل. درس مفعول به مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. يا حرف نداء زهرة منادى. لعبت فاطمة في الجنينة مع أختها عائشة.
لعب فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتانيث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب فاطمة فاعل في الجنينة جار ومجرور متعلق بلعبت مع ظرف مكان مضاف أخت مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بالفعل لعبت أخت مضاف ولها ضمير متصل مضاف إليه عائشة بدل من أختي مجرور مثله وعلامات جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للتانيث والعلمية أين القماط؟ أين اسم استفهام خبر مقدم؟ القماط مبتدأ مؤخر قامت عائشة فقرأت درسها قامت فعل عائشة فاعل فحرف عطف قرأت فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتانيث حرف مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره هي درس مفعول به مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه سقطت فريدة في الشارع فبكت كثيرا سقطت فعل فريدة فاعل في الشارع جار ومجرور متعلق بسقطت فحرف عطف بكت فعل وفاعله ضمير مستتر تقديره هي كثيرا مفعول مطلق منصوب وهو في الأصل نعت للمفعول المطلق والأصل بكاء كثيرا فحذف المنعوت وأنيب عنه نعته ولذلك تقول كثيرا هو نائب مفعول مطلق تكلمت كثيرا يا بنتي اسكتي تكلمت فعل والتاء فاعل كثيرا نائب مفعول مطلق التقدير تكلمت تكلما كثيرا يا حرف نداء بنت منادى مضاف وياء المتكلم مضاف إليه اسكتي فعل أمر مبني على الكسر لاتصاله بياء المخاطبة وياء المخاطبة في محل رفع فاعل البيت يبنونه من الحجر واللبن والخشب البيت مبتدأ يبنون فعل مضارع خبر والواو فاعل والهاء ضمير متصل مفعول به وهو عائد على المبتدأ من الحجر جار ومجرور متعلق بالفعل يبنون وحرف عطف اللبن معطوف على الحجر وحرف عطف الخشب معطوف على اللبن أين الوليد ينام في المهد أين اسم استفهام خبر مقدم الوليد مبتدأ مؤخر ينام فعل مضارع خبر ومبتدأه محذوف التقدير الوليد ينام في المهد في المهد جار ومجرور متعلق بينام فريدة تنام في المهد فريدة مبتدأ تنام فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هي وهو عائد على المبتدأ في المهد جار ومجرور متعلق بتنام الحجر يبنون منه البيوت الحجر مبتدأ يبنون فعل مضارع خبر والواو فاعل منه جار ومجرور متعلق بيبنون والهاء في منه عائد على المبتدأ البيوت مفعول به الحاضنة تنوم الوليد الحاضنة مبتدأ تنوم فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هي وهو عائد على المبتدأ الوليد مفعول به هات القماط يا فاطمة أقمت الوليد هات اسم فعل أمر وياء المخاطبة في محل رفع فاعل القماط مفعول به يا حرف نداء فاطمة منادى أقمت جواب الشرط وحرف الشرط وفعل الشرط محذوفان التقدير هات القماط يا فاطمة إن تأتي أو إن تعطي أقمت الوليدة أقمت فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا الوليد مفعول به والله أعلم بالصواب.